السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تنطونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها أو بالمواضيع اللي عندكم اللي تريدون تحجون بها. مشاهدينا الكرام، للمشاركة بالبرنامج أرقام البرنامج تشوفوها أسفل الشاشة الآن، اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان الرقم الأخير اللي بصفة إشارة واتساب يقدر يكتب لنا رسالة على الواتساب نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، بسم الله نبدأ ونبدأ مواضيع وملفات حلقات صوتكم. أول ملف موجود ويانا هو ملف الأخطاء الطبية وغياب الرعاية الصحية الحقيقية واللي يحتاجها كل مريض. طبعاً الأخطاء تصير لكن حالات فردية معدودة، ويحاسب عليها القانون لو كانت هاي الحالات تصير بدول تحترم نفسها وتحترم شعبها وتحترم القانون اللي موجود بها. بس بالعراق لا، العكس. عندنا عائلة أحد الضحايا بسبب الإهمال الطبي، يوضحون أو يشرحون اللي صار عندهم بوحدة من المستشفيات، وفاة بتهم داخل مستشفى النسائية والتوليد بمحافظة كربلاء بسبب الإهمال الطبي. خلونا نسمع. حكومة حكومة الريد دبتني، ما الريد يروح غدور. طببناها بالمستشفى الولادي من الساعة بالسبعة ونص، وديناها بالاستشارية، ردتها الطوارئ، أتوسل الهين معودات عدها ولادي، كل اللي حاتشيها ما لخليك الصيع علي، الدكتورة تسهل علي، الممرضات تسهل علي، امشي طلع برا ما ليش دخل بيها، روح تسوي لها طبلة وجيبي لها. قلت لي نال الطبلة بعد على ما تجي الجنسية، يقول إلا حلة تجي الطبلة. على ما رحت المرت أخوي ورجعت لقيت أنا مرت أخوي صايرة زرقة، وهي بتعمي أبوها ميت يتيمة هاي. رديت على الدكتورة حاشيتها، قالت لي ماما جيت شفت مرت أخوي تنزف صارت زرقة، أخذنها من الساعة بثمانية طببونها صالة مات العمليات من الساعة بثمانية للساعة تقريب العشرة، قال لي خليجي زوجها يسوي لها عملية رد نسوي لها. قلت لها لما الدكتورة تقول صار عند انفجار بالرحم مالتها، جبت أخوي قلت لها ترى مرت أخوي أنت راح تسوي لها عملية مات الرحم وطلع الرحم، مرت أخوي ميتة راح تسوي لها عملية، حتى الطفل ما شفناه ما هو. أخذنا من الباب الثاني ما جابنا النية ولا شفته ولا سلمنا النية. رديت عليها اجى اخوي وقع العمليه مالتها، بس نريد احنا نحييها عبالنا احنا هيك، ترى هي مرت اخوي ميته وسوى لها عمليه. انتظرتها من الساعه مات بالعشره، من الساعه بثمانيه لما دقت الساعه باثنعش دفرنا الباب وطبينا طبينا ولا لقينا اي دكتور لقيناه موجود يمها. السدي هاي الثانيه متروسه دم، ومحاولين من هاي السدي اللي فيها دم حاولين السدي الثانية، لقيت الدم اللي مدينا احنا هنا قالوا ان نريد 8 بطالة دم. اجينا لقينا البطالة مالتها ملاحت الدم بالسطلة مالت الزبالة ذابين، حتى ما شادين. يعني شرحت الحالة اللي صارت وياها. السؤال اللي ينطرح هنا، مريض لما يطب المستشفى شي يريد؟ يريد طبيب ويريد ممرض ويريد كادر طبي عالجة. اللي صار ويا بتهم أنه ما لقيت هذا الشيء، واللي فارقت الحياة بسبب هذا الإهمال. أما بدياله فلقينا مقطع فيديو، هذا المقطع الفيديو يحكي عن حالة وفاة ثانية المن الطفل. الطفل توفى بسبب الخطأ الطبي من الكادر المقيم واللي نطوه جرعة أكسجين زيادة عن الحد اللازم بمستشفى المقدادية العام. تعالوا نشوف. سووا له طبلة والتحاليل كاملة وشافوا بالتخدير قبل العملية بيوم بالعيادات الخاصة، وقالوا هذا هو جاهز للعملية. قالوا صوموه من الساعة 12 بالليل، صومنا الولد. احنا ثاني يوم الصباح رحنا على العملية من الساعة 8 الثاني ما اجى الدكتور الا بالعشرة وثلث، بالعشرة وثلث دخلوه. ل12 ابني ماكو، ل12 ونص ماكو، للوحدة شفت صارت العمليات قلت لهم اذا ابني عايش او ميت اعطوني اياه. قالوا هاي ابنك كل شيء ما بي، كملنا العملية وكل شيء صار حسب الأصول، بس يحتاج عناية مركزة لمدة 3 أيام. قلت لهم سهلة، جابوا الإسعاف نقلونا البعقوبة.
بالطريق مرتين كل 10 دقائق تجي رسالة للمسعف واليوانه يحط ابره بجسمه ما اعرف دوه بالكانونه مرتين انطاه. السرنجه الثالثه لا ضمها بجيبه. وصلنا بعقوبه تلقوها البعقوبه ما قصروا وياه بالصحه واهل المخدرين التمت عليه. قلت احتمال اكو عمليه ثانيه، احتمال اكو نازف شيء. والله دخلت عليه قال يمه ايش تردين؟ قلت له اريد ابني. قال هذا ابنك اخذ ابنك. طوني الولد ميت. قلت له عيني وين مات ابني؟ يمك بالاسعاف بالعمليه. قال امي ابنك اصلا ما مسوي عمليه وابنك ميت من الساعه 11، ليش خلوه ساعتين جوا وشنطه هو وميت بالاسعاف؟ وهو انطاني ابني. قال الا تجيبين شرطي وجبنا شرطي ورحنا للمركز. قال احتمال المخدر فاسد او احتمال الصونده ما خالينها بصوره صحيحه، بس ليش دزوا ابنك هو وميت البعقوبه؟ وانا اناشد الجهات المعنيه يعني تشوفوا السبب ليش وليش يتجاهلون الامور. يعني تتوقعون اكو حكي ينحكي بعد وراء هذا الفيديو سمعناه؟ طفل شكد عمره؟ طفل بعمر الورده ميت ودازيه ويحقنوا اوبر وفلوس الاوبر اكيد الاهل دفعوها، وراه يقول احتمال الاكسجين احتمال ما ادري شنو. السؤال اللي ينطرح هنا، ايش وقت صارت مهنه الطب هي مهنه تجاره؟ وليش تحولت مهنه الطب الى تجاره؟ وليش صارت مهنه الطب اللي هي رساله ساميه، اللي هي رساله انسانيه، اللي هي مساعدة إلى كل من يحتاج، ليش تحولت بهذا الزمان هي عبارة عن ألم وحزن إلى الآباء والأمهات؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك علاء يقول لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واقع أغلب مستشفيات الولادة، لو تراجعين بالعيادة الخاصة أو تموتين. سيد زين يقول ما يتحاكون بالمستشفى، تقول المريض أو المراجع جاي يطلب منهم ما يهمهم. علي التميمي مو مستشفى عبارة عن عصابة، أنا نفسي كانت عندي حالة وشفت الوضعية تعبانة ولا حسيب ولا رقيب. وإحسان علي يقول إخوان مسلسل الإهمال الطبي في كربلاء لا يمكن السكوت عليه. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، وعندنا اتصال من بغداد أبو عمر. حياك الله استاذ أفل المحترم وحيا الله قناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حياك حياك استاذ أفل. احنا للاسف يعني وزاره الصحه من 2003 يعني ناهيك عن باقي الوزارات اللي موجود عندنا، الفساد اللي صار بيها والتدمير والامور اللي صارت يعني خربت بسبب هاي الحكومات اللي حكمت العراق من 2003. وزاره الصحه اللي نعرفها بشكل عام العالم اجمع بانه كل الدكاتره اللي موجودين بهم والمستشفى والوزير المسؤول عليها والمدير اللي يكون مشرف ايضا على كل مستشفى اللي موجوده ببغداد او بالمحافظات، هاي الاداره من تكون اداره يعني اداره بحيث انه يتمسك المواطن، من يجي المواطن اي مستشفى كان حكوميه لازم ان يعني نقدر نقول يريد الحياه انه ترجع له، يريد الامر ان يكون من يهتم به ويعاني من اذا كان مرض وإذا كان عملية وإذا كان كل الأمور. للأسف إحنا عندنا بعض الدكاترة اللي صاروا عندنا يعني نقدر نقول درجاتهم غير إنه مسموحة بأنه يصير دكتور، احتراماتي لباقي الدكاترة، يعني درجات النسب اللي صارت عندنا أخذ يعني نسبة بسيطة، يعني خلينا نقول 90% وهل يعني النسبة اللي حاطين بأنه يصير دكتور، فصار عندنا فشل بالدرجات وبالدراسة اللي هو يتماسك بها الدكتور على مود يكون يرد الحياة المواطن إذا كان عنده عمليات وإذا كان كل الأمور اللي يتمسك بها المواطن من أجل الدكتور إنه حفاظا على حياته. للأسف إحنا من لا نشوف وزارة الصحة بأنه مديرها وزير الصحة إنه ما مهتم يعني المستشفيات اللي عندنا صارت والوفاة اللي قاعد يصير عندنا والحالات اللي ما موجودة عندنا أي علاجات بالمستشفيات، لا صالة عمليات لا صالة ولادة ولا صالة إنه كل هاي الأمور لا علاج لا دواء. هذه تأثر من يعني الدكتور اللي موجود والمقيمين بالمستشفى.
فيصير عندنا حالات وفاة يعني بسبب نقص الدواء ونقص العلاج اللي قاعد يصير. مدير المستشفى المفروض من يشوف هيك عدة حالات وفاة، انه المواطن اللي قاعد يتأذى وقاعد يعني دايماً يجي للمستشفى ما يلاقي العناية الجيدة وما يلاقي الدكتور زين، فالمواطن يلجأ لمستشفيات أهلية من أجل أن يكون يعني حياته، من أجل يسترد بعملية أنه ما تقدر المستشفى الحكومية تسوي، يروح للمستشفيات الأهلية، وهذا صعب على المواطن العراقي. يعني حتى يعني ما تساعد عندنا هواي ناس، يعني أغلبية الشعب العراقي حتى فقيرة، يعني كشفية الدكتور توصل إلى 50,000 أو علاجه توصل إلى مبالغ يعني جدا هائلة. يعني أكثر الناس عندنا يعني بيصير عندهم حالات وفاة بسبب الفساد، بسبب الحكومة اللي ما مهتمة لأبناء شعبها. نعم، شكرا شكرا لك ابو عمر. محمد من البصره، حياك الله يا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مقبول ان شاء الله، تحياتي لك ولكل المخرج والكادر. حياك. اولا اني اشكركم على برنامجكم الرائع، البرنامج المحترم، البرنامج النظيف، حتى نوصل اصواتنا واصوات اخوتنا المواطنين فبعد المعاناه اللي يعانونها. يعني أنا من خلال قناتكم أريد بس تنطون الوقت بس أحكي لفت 5 دقائق. أي والله. قول. عندنا مناشدة على هذا الشيخ اللي ذاك اليوم قرأ في المجلس وحكي على الرعاية الاجتماعية وحكي على الشيشنة. نعم. هذا ما يصير يا أخي، هذا غلط. أنت الشيخ يعني أنت شيخ تقرأ في المحاضرات، خلص محاضراتك وروح الله محمد وعليك، فما يحتاج أنت تحكي على الرعاية. الله لا يرحم لا أمه ولا أبوه، يعني شنو منطيه من جيبه هذا اللي اسمه الطفيلي ما أدري منه، يعني يحكي على المواطنين ويقول هذه الرعايه تطولهم، يعني شنو تطولهم يجي لهم السم بقلوبهم ياخذون فلوس وكذا. ليش احنا يحكي على المواطنين الفقراء، الناس الفقراء اللي ما لهم بس الله؟ نعم. يعني هي هاي تصير، هاي هاي قانون هذا. نعم. وهذا اللي يقرا على الله ويقرا على الحسين، يعني هيك شيء في هالوضعيه هاي مو حلوه هاي، ترى هذا غير قانون الحكي. نعم. ما يصير. يعني المواطن يعاني معاناه، يعني انت تجي انه فوقه هن 250,000 يكفي فد عياله، يعني تلقى وفدوها عدة 4 نفرات ما يكفي الحليب وحفاضات وكذا. نعم. يعني انت تجي نفس تشعليهم، ما يصير هذا يا اخوي. نعم نعم نعم. فمن خلال قناتكم احنا نوصل واصواتنا لكل المسؤولين. وصلت. انه يعني اذا بالهم على الناس المواطنين بعد يعانون، يعني يكون يفوقهم ويزودون الشبكه لو يجي واحد ينقصهم. نعم. هذا ما يصير والله. نعم وصلت ان شاء الله وسمعوك. شكرا شكرا لك اخ محمد. حكينا قبل حلقتين عن معاناة أصحاب الدراجات والتكاتك بدوائر المرور اللي يريدون يسجلون مركباتهم بسمائهم وراء ما فرض القانون هذا الشيء، لكن الفوضى الكبيرة اللي موجودة بالدوائر مو طبيعية، بحيث أصحاب الدراجات عندهم معاناة ويا الروتين ويا الازدحام ويا التنظيم بسبب سوء الإدارة، وهاي مثال على هالشيء اللي هو دائرة مرور الحسينية بالعاصمة العراقية بغداد. تعالوا نشوف سويا. تعرفون اللي يشوف هذا الفيديو بدون ما يقرأ العنوان مالته أو بدون ما يفتهم شنو القضية إيش عباله، هذا مزاد مال أثاث، هذا سوق الغزة سقفوه قاعدين يبيعون طيور وحيوانات جوا، السوق العربي بتنظيم أكثر من هذا، هاي بالشورجة جايين يشترون بهارات، هاي مو دائرة حكومية، هاي مو مؤسسة، لا ودائرة حكومية تابعة إلى وزارة الداخلية، دائرة حكومية تابعة إلى وزارة الداخلية اللي هي معاملاتها تنظيم حركة السير أو تنظيم ملكية المركبات للناء، يعني جزء من عملها هو التنظيم بس ما موجود عندها أي تنظيم. هاي مصيبة،
بالقرن الحادي والعشرين حال العراق هذا حاله هذا مصيبة. أريد أشوف المسؤولين اللي قاعدين وراء كراسيهم والنواب اللي قاعدين بمجلس النواب ورئيس الجمهورية اللي ما شفناه نهائياً، بس شفناه مرتين، وبالمرتين غلط، بالمرتين طلع رونج سايد على السجادة الحمراء. أما محافظة بابل، هاي المحافظة العريقة اللي بيها تاريخ كبير من تاريخ العراق القديم، هاي المحافظة اليوم ديعانون بها المواطنين بسبب سوء الإدارة بالدوائر الرسمية والمستشفيات بشكل مو طبيعي. عندنا مقطع المراجعين دي يسوون فحص نظر بمركز فحص النظر التابع إلى محافظة بابل، بس الفوضى والازدحام وسوء التنظيم هي المشهد الأوضح بالفيديوهات. خلونا نشوف. كله شرع مو كربلاء. عاش القائد. هذا مو تواطي. عاش طبعاً، مو قلنا لكم ما تقبلون، تقولون حرام. خلونا على السلمية، تقولون ضلوا سلمية، خلي يذلون بينا العدل. خلي شوف العالم. هذا السرع. هم تسليم فلوس وهم منايمينا بالسرع. فوق ما يسلبون فلوسنا منايمينا بالسرع النوف. فوق ما يسلبونه. فوق ما يسلبونه ياخذون من عندنا كل واحد 25 لازم يسرعون نسوان وزليم. مخلينا موظفة واحدة وغرفة مال كيناين، ما يعرفون يخلوهم أربع خمس موظفين على مود يقصون وصولات ويمشون هاي العالم الفقراء والناس المرضى والصيام ورمضان. يلا وأنا مدير الدائرة هاي، وأنا مدير الدائرة، ليش ما يطلع تباوح هاي الناس من شغلها؟ ليش مو أربع خمس موظفين يقصون وصولات؟ ليش هاي النسوان وزلهم ما كفاية شيء؟ مو شهر رمضان هذا؟ أحب أقول للموظف المواطن اللي دا يشوف هذا الحالة من حقه يصيح، لأن المشكلة أكو قضية بالعراق ما دا يفتهموها الموظفين. حبيبي أنت موظف بمؤسسة تابعة للدولة، مهمتك تخدم هذا، مهمتك أنت كموظف أنت تخدم المواطن، مهمتك أنه تكمل معاملة المواطن، مهمتك أنه المواطن يطب ويطلع وهو راضي عنك. المفروض بكل مؤسسة أكو جهة تسوي استبيان أو استفتاء عن حجم الرضا عند الناس عن المؤسسة اللي هم طبوا لها. بس حتى بهاي الفيديوهات يقول لا تعيط، دا يتعامل وياه كأنما هو أبو الملك، هو أبو المال، البيت بيتي وأنا حر بي. أكو محاضرين، ذول المحاضرين اللي ظهروا وطلعوا وطالبوا بالتعيينات أخيرا بعضهم طلع لهم تعيين، لكن حتى يتعينون لازم يكملون الإجراءات اللازمة لهم حتى يطلع لهم قرار التعيين. من هاي الإجراءات لازم يروحون يسوون فحص نظر، لكن المحاضرين عندهم معاناة بهذا الموضوع بمركز 55 بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد. هاي المعاناة. اتمنى اللي صور هذا الفيديو يصور لنا فيديو ثاني ويقول لي ذني الاعداد ايش قد طاولات يلا كملوا. وكم موظف اكو دا يستقبل معاملاتهم؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجودي انا من فيسبوك محمد ابو مصطفى البدراني، هذه المهزله في اغلب الدوائر الحكوميه. وحسن جاسم المهداوي،
هذا حال المواطن العراقي مع الأسف والله. وعبد الأمير يقول والله مهزلة واستخفاف ولا وجود لنظام صحيح. والمحامي عماد كاظم يقول دائما الفشل في دوائرنا يعني معقولة صعبة عليهم وما يعرفون شلون يقسمون الناس ويوضعون جدول وبدون هذه الفوضى. والله يا أخويا أستاذ عماد يعني أنا أمنيتي أعرف وصعبة عليهم بهاي الفلوس اللي ديبوقوها واللي دا تنخمط من العراق يروحون يشترون لهم جهاز يحطوه بالباب يدق المراجع يطي رقم ويخلون أرقام فوق الشبابيش ويطب العالم بالسرة ما أعرف يعني صعبة عليهم. مثلا واحد يجي يقص وصولات إذا ما يردون يجيبون هذا الجهاز وهم مو يأخذها بفلوس يطيهم أرقام حتى يطبون بالسرة وما لها علاقة لا بمرأة ولا برجال يصير سرة منظم ومرتب والكل الطب سوية وتكمل معاملتها وتطلع بدون ما نشوف هاي المناظر. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عم ناسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي؟ هلا بيك يلا. شلون صحتك؟ بعد قلبي بعد عمري. يسلم لي قلبك وعمرك. طبعا عمي أسل. نعم. ذولا يعني يخزون هذا الشيء هم يخزون هذا الشيء يعني يخزون خراب البلد. نعم. لأن هم ذولا ذيولة. نعم. ذولا ذيولة لأن هاي إيران شو تقول لهم هم جاي نفذون طبعا لإيران هاي كلها خربطك كلها من إيران طبعا. نعم. كلهم ذولا ذيولة ولا يستحون ولا يخجون أصلا من يعني من أعلى واحد إلى أنصى واحد كلهم هم سفلة ذولا. نعم. قد يسمعوني وياكم أبو عمر تشريني أسوى راسكم راس خلفوكم اسمعوني عدل اسمعوني والله العظيم حطمت الشعب العراقي وحطمت البنية التحتية مال لا. العراق دمرت العراق دمار جل ولا فأنتوا سفلة عمي سفلة أنتوا سفلة جبناء أنتوا جبناء من الساعة طلعت ولقت الهادي العامري يقول بالعباس ما مخضرات صحيح ما مخضرات بنتي أنت ما مخضرات متعين عليك مثل الدائل من الجيران بطية ما عندك لا عشاء لا ريوق لا غدا لا عشاء مسكين أنت يا هادي العامري أنت تسوت بالعراق انت والمالكي وقيس الخزعلي والبياض ابو عمر ما ماخذ راتب ومن كان وزير نقل كان ياخذهم بيض لا كان ياخذ شعريه نعم ياخذ شعريه بس خليه يسمع الشعب العراقي عمي ذولا لا ما تصير ثوره مثل السودان والله عيب عليكم الشعب العراقي لازم تطلعون عمي ذولا بهدله ذولا بهدله جو الشعب بهدله ذولا ذيول ذولا متآمرين على الشعب العراقي ينهون على بكت أبي عمي سمعون الشعب العراقي سمعوني والله رجال شايب أنا وأنا تشريني سمعوني ترى والله العظيم ما ترجون معكم شي ذولا ترجون معكم بس الخراب أرجوكم رجال طلعوا وشوق العشائر لا تسمعون وياهم عيب أرجوكم وشوق العشائر يعني محتراماتي لكم هذا لا شيء لأن ذولا نقاس نقص النقص ما اجتمعني هذا بايع وطن شلون أنا شلون اجي اثق وياه؟ لان هذا بايع ضميره وبايع شرفه بايع وطنه زين امام الله. نعم. زين شلون اثق وياه؟ نعم. ما اثق وياه عيب عم الشيوخ العشائر وعيب العموم عيب شنو ذولا يوم ما ادري عليكم تسمعون وياهم؟ نعم. زين ذولا ذولا ذيوله؟ نعم. ذولا اصلا انقاد؟ نعم. النقص ما اجتمع وياه انا؟ نعم. شكرا لك ابو عمر. عندنا ناشط يحكي لنا عن جرائم. هي جريمة بيع أصول الدولة أو أملاك الدولة من أراضي زراعية معامل مصانع بحجة الاستثمار. يعني تخيلوا أملاك الدولة العراقية هي مال عام للشعب هي مال عام للدولة ما من حق أي أحد يتصرف فيه. ومن يومها الدولة العراقية من تأسست بزمن فيصل الأول أكو أشياء هاي مال عام وأكو أشياء وقف تابعة للدين لكن ذني ما من حق أحد يصرف بهن. أما بظل هيمنة الأحزاب والفاسدين على هيئة الاستثمار الحال بالضبط اللي راح يحكيكم يا الأخ هنا. من الأيام الكاظم بموازنة 21 قدم هو علي عبد الأمير علاوي الفاسد كتاب
من ضمن الموازنة العامة المادة 47 تعنى ببيع أصول الدولة، بيع المصانع والمعامل والأراضي الصناعية والأراضي الزراعية، وكنا نتحدث بصوت عالي إذا مرت هذه الجريمة الشعب العراقي راح يقعد الصبح ما يلقى له مصنع ومعمل ومنشئة، صارت منشئة ينباع عن كلهن ويتفرهدن، تروح للحيتان والحرامية. الآن يراد تمرير قانون الاستثمار. الجماعة ايش خلوا بي يا سيد رئيس الوزراء؟ ايش خلوا بي يوطيك الأسماء والعناوين؟ اكو نائب اسمه أحمد، هو هذا النائب اللي أخذ من عندك توقيع وعين مدير هيئة الاستثمار الوطني مكان سهى، وهذا النائب أحمد اللي تابع للكتلة اللي جابت رئيس الوزراء، هذا الرجل هو الآن اللي دا يتحكم بهالهيئة الوطنية للاستثمار حالياً ويتحكم بالمدراء العامين وبالأراضي وبكل شيء حتى إجازات الاستثمار، واللي أنت انطيته هيئة الاستثمار الوطني يلعب بيها شاطي باطي. أقول لك أنه السيد أحمد بالاتفاق مع اتحاد الصناعات ومدير عام التنمية الصناعية وبعض الصناعيين يردون يمررون بداخل حدود البلدية تمليك المنشآت الصناعية والأراضي والمنشآت التي تساوي أكثر من 12 مليار دولار، يريدون ينطوها يشيلوها إلى مستثمرين وإلى صناعيين وإلى حيتان برعاية هيئة الاستثمار الوطنية ومدير الاستثمار اللي جاب النائب أحمد، والعصابة يردون يكوشون على قضية الاستثمار وبحجة قانون الاستثمار يردون يمررون هاي الفقرة بيع أصول الدولة. يعني تردون المختصر هاته المختصر المفيد، اكو دولة واكو ناس، الناس تقول احنا نتحكم بهاي الدولة بما انه هاي الدولة ذول الناس مو من عدها، بما انه هاي الدولة ذول الناس ولا هم الغير دول، بما انه هاي الدولة الناس ذول اللي حكموها ما مهتمين بيها، فيقول لك ايش بقت على املاك الدولة، احنا طايرين طايرين، خلنا نخمطهن ونخليهم بالجيب. الاعترافات الرسمية هنا عندنا ناشط، لكن الاعترافات الرسمية بعدها مستمرة، سوء إدارة ملف أملاك الدولة، تجاوز عليها، استيلاء عليها، منها اعتراف النائب محمد جاسم الخفاجي عن محافظة كربلاء واللي قال إنه المساحات الخضراء بالمحافظة، يعني الباركات الحدائق العامة هاي يسموها مساحات خضراء، جاي تتقلص تنقص تقل. ليش؟ لأنه دا تتحول هاي المساحات أو الحدائق إلى مباني سكنية الصالح متنفذين بذريعة شنو؟ هم الاستثمار. علماً أن المحافظة مو بس كربلاء، حتى باقي المحافظات العراقية دا تعاني من قلة المساحات أو المناطق الخضراء بالمركز والأحياء القريبة منها بسبب تحويل هاي المساحات إلى استثمار كمباني سكنية وتنباع وتتطوب همينة بالوقت اللي تحتاج به العائلات، وكل منطقة من مناطق العراق لازم يكون أكو بها متنفس، لأنه هذه من أساسيات تخطيط المدن، أنه أكو مساحات تنبني مدارس، أكو مساحات تنبني مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات، أكو مساحات خضراء تبقى إلى أبد الدهر للعوائل وللأطفال حتى ينفسون عن نفسهم بها. بس الحال يمنا لا، هاي المساحات لازم تصير بيوت. فرجوا لما نجد التفريط بأراضي الدولة وما القطع المميزة هذا الاستثمار تم حالة المشروع، هذه الأرض يعني أرض مساحة لا تتجاوز 3000 إلى 4000 متر مربع في مركز مدينة محافظة كربلاء المقدسة وبالتحديد في منطقة الأسكان، حالة هذه القطع المميزة هذا الاستثمار لإنشاء مجمع سكن، هذه عملية، هذا عملية حقيقة، عملية سطو على أراضي الدولة وإنشاء مجمع سكني، إنشاء مجمع سكني نعم قد يكون وفق ما مرسوم إليه ضمن قانون الاستثمار وبعض الإجراءات القانونية اللي ممكن أن تبيح إحالة هذه الأرض، ولكن هناك أكو سلطة تقديرية وأكو تخطيط واضح أنه أنا الغاية أو المنفعة أو الجدوى من إحالة هذه القطعة للاستثمار وإنشاء مجمع سكن، هل هي حل لأزمة السكن؟ لو هي لنفع أصحاب رؤوس الأموال ما لها علاقة بحل أزمة السكن، مجمع سكني عد إنشاء وعد إتمام إنشاء ستكون أنا متأكد يعني قطعة الأرض أو الشقة السكنية ما تتجاوز أو مو أقل من 400 إلى 500 ألف دولار،
هذا من يقدر يشتريها؟ المواطن الفقير ذو الدخل المحدود، المتوسط الدخل، لو المنتفعين والتجار والذين اثروا على حساب المصلحه العامه. هذا نائب هو اللي يحكي، لا اني ولا واحد مصور ولا واحد قال لكم، نائب من الدوله اللي دي يحكيكم ودي يقول لكم القيم والاسعار والمناطق والاسماء. واذا تلاحظون المكان اللي هو واقف فيه متحول داخل بالاستثمار. الناس لما تابع هاي القضايا علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يعني من فيسبوك سيد حسين يقول والله كل شريف وطني لا يقبل أن تباع أملاك ومصانع ومعامل وأراضي زراعية للمستهترين على أملاك ومصانع ومعامل وأراضي زراعية للدولة. وفلاح الياسر يقول لابد من وقفة جادة ووضع قانون ثابت لعدم بيع الأراضي العراقية استثمار بدون بيع أراضي، يعني قطاع مختلط. وعمار العيساوي فعلا الأراضي في محيط مطار بغداد الدولي 6000 دونم انسرقت وغيرها في قضاء أبو غريب كلها انسرقت. وماجد المسعودي قبل 2003 كان عدد مصانع وشركات تابعة للدولة هناك 10000 مصنع قد اختفت، تخيلوا لو كانت هذه موجودة كم كانت تستوعب من الأيدي العاملة العاطلة الآن. مشاهدينا الكرام أكو قضية مهمة ولازم نحكي بها، احنا مو ضد الاستثمار، كل دولة من حقها تتطور. اكو اراضي بالعراق غير مستصلحة، اكو مشاريع توسيع المدن، ذني اللي تنطرح للاستثمار مو املاك الدولة. املاك الدولة ذني خط احمر، املاك الدولة ذني اصول اسمهن اصول، ذني الدولة تعتمد عليهن في مؤسساتها، تعتمد عليهن قد تستفاد من ارض ما خرابة ما موجودة عندها تستفاد من عندها بالمستقبل، تبني عليها مؤسسة، تغير عليها شيء، تبني متحف. هاي أراضي خاصة بالدولة. أما الأراضي اللي تطرح للاستثمار هذني أكو دراسة، مشاريع توسيع المدن، مشاريع التوسعة، مشاريع التطوير، مشاريع هواية أكو. والعراق يحتاج إلى مشاريع هواية، لأن لا عندك كهرباء ولا عندك ماء ولا عندك زراعة ولا عندك صناعة، وكل شيء ما عندك. أما أنك تحول القاع اللي دار مداير نصف الشهيد الى اراضي سكنيه ومولات، هاي واقفه. تحول قاع مال المطار الى مولات، هاي هم انا واقفه. تحول قاع هي سكه حديد او 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 محطه قطار تحولها الى شيء خاص بك، هاي هم انا واقفه. مدرسه او جامعه تحولها، هم انا واقفه. ولما تباوع على مدارس العراق قاعده يا اما ايجار بهيكل يا اما كرفانيه يا اما ما عندهم مدرسه اصلا، او قاعدين مدرسه قايله للسقوط. ابو عبد الله من اربيل حياك الله. من صلاح الدين العفو استاذ فهد. وين من صلاح الدين؟ اعتذر منك. حبيبي يا غالي. هلا بيك. هلا بيك يا الغالي. استاذي هذول من يبيعون، هذول مو اهل ملك. نعم. احنا مو من نحكي من نسولف. اكو نسيت اسمه يطلع همين هم كان معارض صدام حسين. يقول صدام حسين يعتبر العراق كله ماله. نعم ابو بيت. نعم هذول جوي، هذول مو اهل بيت حبيبي، هذول جوي اللي يبيعون ويمشون، هذول اللي يوقعون العراق ماكو بعد اجيب من هذا، يرجعون العراق 1000 سنه لورا. نعم انت من تجي تقيس ارجع على السبعينات، ارجع على قبل السبعينات، المعلم اللي يتخرج بالعراق يروح يدرس برا بالخارج بالجزائر وبالسودان، لان التعليم هو طلع من العراق، هم ما يريدون تعليم بالعراق وما يريدون مريات. والدي واحد منهم ابو عبد الله. نعم هذول يريدون يدمرون العراق استاذ العزيز. نعم انت سمعت برلماني بنى مسجد صغير من قول جامع مسجد. نعم هذا المسجد ما يزورون ابنه. نعم سمعناهم بنوا مولات وقنوات تلفزيونيه. قنوات تلفزيونيه ماكو، بس الاعلامي من عندهم، المراسل من عندهم، لان اثل ما يريدوا. استاذ عمر، لا استاذ عمر يمكن بالقناه بس اسمه دعوه، اسمه واحده دعوه. نعم ايه لا ما يريدون قناة شريفة ونزيها ماكو. نعم قناة تطبل بس لهم، بس شيء لهم ويقول لك اني وهيتك ما شيء، يقول لك اني كنت معارض صدام حسين، اني كنت من كنت؟ زين يوم كنت معارض صدام حسين ليش ما سويت انقلاب ذاك الوقت؟ نعم زين ليش خليت الامريكان يطبون؟ يعني خليت الامريكان يطب، الامريكان باعوا ثمرة العراق، سحف العراق، دمروا العراق، دمروا البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، تدريس، يعني هسه تدريس ماكم انت تقيسه عجيب شهادته من برا،
يعني هو المعدل ماله مو مال دكتور يروح يشتري الشهاده من برا ويجي لك انا دكتور اخصائي فلان مرض. يا عمي دعوه وقتلي يا عمي عفوا وقتلي يا محمود والله الكفاءات كلها طلعت نزمت برا العراق من ورا هالشيء يجي يبيعون اموال الدوله. اموال الدوله شلون تنباع اموال الدوله؟ اموال الدوله هي لو اموال الشعب. نعم يعني واني ممنون منك. شكرا شكرا شكرا. وخلينا ابو عبد الله لا ننسى عزه الشابندر لما طلع وقال دوله نجحوا بفكر المعارضه لما كانوا معارضه لكن فشلوا في اداره الدوله لانهم يديرون الدوله باسلوب المعارضه مو باسلوب اداره الدوله لان ما عندهم اداره اصلا. هاي قالها واحد منهم وبيهم مواني طلعوها العزه الشابندر وسمعوا لها. اهالي قضاء المسيب بمحافظه بابل يطالبون ان تتم اعاده ترميم جسر المشاة المهدد بالسقوط بسبب الإهمال من قبل الجهات المعنية واللي يهدد حياة المواطنين والناس اللي تصعد فوقه واللي تفوت من جواه. خلونا نشوف سوا. هذا الطريق يربط بغداد ويربط المسيب وطريق عام وأهم طريق بالمسيب هو واللي يعبر ما بين مدرستين مدرسة النهضة ومدرسة يافا. فمن تصير الحلة المدارس احنا الاهالي بنفسيتنا نعبر هذا الطفل منا ونعبر هذا الطفل منا ونعبر هذا ومحتارين دعنا عن الحوادث اللي تصير اللي لا بها شرط مرور ولا بها شرطي. خلف الله على اهل السواق اللي يعبرون الاطفال وخلف الله على المنطقة وهذا هاي شوفت عينك. هذا الجسير هسه اثنين جهال اثنين طلاب اثنين وقعوا من عنده أو وقت الانتخابات يعلقون علامات عليه. سووا يا عمي سووا علقون علامات عليه يا عمي أو شو اسمه. طبعا احنا نعبر الطلاب يعني حتى ما جاي نخليهم يسعدون عليه. أحزاب فاسدة من الألف للياء الكل بلا استثناء ومحافظ نايم ما يدريش بالمحافظة شكو جت المطرة غرقنا. هاي الخدمات اللي عندنا وباوع الاوساخ وباوع الارض وصور لنا الولايه وشوف المسيب مدينه منكوبه مجاري خو ما بيها كل محافظه بابل حتى المجاري اللي اشتغلوها فاشله. المدارس مكسور. ايه زين انت شلون تروحين تجين بابا يجي يلا تعبرين؟ ايه عمو هذا الجسر منا مدرسه ومنا مدرسه يوميا طالب مسحوب شدوه بشيء ما وقع. شوف هذا شوف هذا حطيه شوف واقع شوف هذا بالقوه ينزل هاي مخلفات الحرب العالمية الثانية بالعراق أو تردون نسموها الحرب العالمية الثالثة على العراق لأنه هي فعليا حرب علينا من الأمم كلها ومن المؤسسات والجمعيات ومن الأمم المتحدة من حقوق الإنسان الدولية من اليونيسيف من كله. العراق يخرج من تصنيف اليونيسيف للتعليم بس ما حد يفكر يطب للعراق يقول لهم مناهجكم ليش زبالة. العراق أسوأ مدينة للعيش بس ما حد يجي يطب ويسألهم ليش مدينتكم أسوأ مدينة. الجواز العراقي أتعس جواز بالعالم بس ما حد يجي يقولهم ليش جوازكم تعيس. بس فلوس يطون المن ينطون ما حد يدري. دعم دولي لهذول اللي يحكمون اكو دعم دولي المن دا يدعمون ما ادري دا يدعمون الفساد دا يدعمون المشاريع الفاسده دا يدعمون الولد لما ينسحقون وينضربون والمجسور التوقع على العالم والبغداد تفيض وغيرها وغيرها من تمطر الدنيا المن دا يدعمون ما ادري. وجنين بلاس خارت شنو موجوده انت جوش دا تسوين ما ادري. هم دا تقبضين من عندهم واحد يحكي لنا ايش قد تقبض من عندهم. عندنا ناشط يفضح لنا فساد أحد المشاريع الخدمية بمحافظة النجف واللي يقول لازم كل مواطن يقوم بواجبه الوطني والديني أن يكون مراقب العمل الدولة علما أنه هذا المشروع اللي دا يحكي عليه كلف خزينة الدولة 20 مليار دينار عراقي واللي ما يرتقي أن يكون مشروع خدمي بالقرن الحادي والعشرين. تعالوا نشوف سوية البوابة مدخل من قضاء الكوفة من محافظة بابل تقريب 20 مليار مع البوابة مع يعني سايديا مع سايد منا ومنا خدميات بكل تفاصيله تقريب 20 مليار دينار عراقي. هذا تبلغ طبقتين بقى الطبقة شوفوا الطبقتين شوفوا هسا يعني نهايات المشروع شوف هذا معظم المشروع مدخل منا سيطرة معمل الببسي عمامي ألبو حداري الحواتم معظم التبليط بهذا السوق شوفوا هذا تدرون ايش قد تبلغ شوفوا الكارثة هذا تبليطه شوف
ثالثا مو السيد محافظ النجف المحترم وهيئه الاعمار نرجو المتابعه الدقيقه لان حراماتها 20 مليار. شوف شوف مو باكر عقبه تشتكون علينا بالمحاكم تقولون تدمير اموال الدوله. هاك شوف 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 شوفوا التبليغ شوف شوف التبليغ راح اراويكم بعد هاي هيجي سريعه لقطات يعني سريعه شوف هذا كلف 20 مليار ظلت طبقه واحده. اليوم قبل ما اصور سالت المهندس مهندسين الاختصاص قلت لهم كذا وكذا قلت لهم يصير طبقه قالوا ابد يخسف معظم الشوارع خاسفه. هذا 20 مليار دينار عراقي شوف شوف هذا يعني ما اعرفه يعني يمن اكيد يم هيئه الاعمار ومتابعه السيد محافظ وايضا النواب السلطه التشريعيه والرقابيه بالذات بهاي المناطق. والله ذكر الجير من شان يلزق بواحد ما ينشله. شو الجير بالعراق صاير حتى الجير ما بي بركه. عندنا مواطن يرصد لنا حال شوارع منطقه الجنينه بالبصره ورا ما كانت هاي تعتبر من ارقى المناطق بالبصره ويسأل من المسؤول عن الحال المزري لمنطقتهم وغياب الخدمات. سافر دبي طلعت من الجنينه رحت دبي شو جيت دبي هذا بيت ولا صديق شفت هاي البنيه التحتيه مالتهم يعني تخيل هاي البنيه التحتيه مال دبي يعني فكل انسان احتياجي يعني البنيه التحتيه مال البصره تكون افضل افضل من دبي يعني تخيلوا شوفوا هاي العكر والطسات هاي كلها بدبي فاعتيادي نتباهى بالبنيه التحتيه مال البصره ونقول افضل من البنيه التحتيه مال دبي. انا كنت مستغرب يعني ولا مره مسافر دبي هاي اول مره يعني شوفوا سلاسل جبليه حتى السياره محتار بروحها ليش تعديتوا ولا قيل هيك طسات شاي يقولون افضل من دبي شاي يقول افضل من دبي سيد المحافظ عجايات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عجايات. صدق الفيديو يحكي عن نفسه ما يحتاج واحد يعلق عليه نهائيا. يعني الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت اول تعليق يعني من فيسبوك الحاج محمد حسناوي يقول مع الاسف على هؤلاء المقاولين هذا شغلهم غير مقبول ويجب محاسبتهم ويكونون عبره للباقين. انور عوده يقول اغلب الشركات رديئه وشغلها خارج المواصفات فقط كلامهم راح نفرض غرامه ونوجه انذار والعمل مستمر على نفس الرداءه. ابو مصطفى العراقي الله وكيلك صوتنا راح واحنا نقول هذا الشغل غلط والمواد رديئه لكن لا اذن تسمع ولا واحد يجيب. ضياء الزياد يقول مشاريع كثيرة لك لكن معظمها فاشلة بسبب لا يوجد رقيب من قبل الحكومة تابع عمل المقاول وهذا ما لمسناه بعد نهاية أي مشروع جميعها فاشلة. مشاهدينا الكرام الآثار العراقية تواجه إهمال حكومي كبير وصراع بين شبكات نبش وتهريب الآثار إلى الخارج المدعومة من شخصيات متنفذة بحماية الميليشيات بمدن جنوب العراق كما أنه هاي تتعرض إلى أضرار كبيرة بسبب العوامل الناجمة عن التغير المناخي كالعواصف الرملية تزايد الملوحة وغيرها. بلد يعاني أكثر من غيره ويعمل أقل من غيره لمواجهة هاي الظاهرة. المزيد من التفاصيل بهذا الانفوغرافيك اللي سواه قسم التواصل الاجتماعي. We'll be right back.
المشكلة كل بلد بالعالم يحافظ على آثاره إلا بالعراق. الآثار هي برخص البني آدم، لأن البني آدم أرخص شيء عند المتنفذين. مغردين عراقيين على منصات تويتر استذكروا جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني بالذكرى السنوية لاغتياله، وطالبوا بالكشف عن القتلة ومن يقف خلفهم وتقدمهم إلى العدالة حتى يحاسبهم القضاء العراقي. وكما أكدوا المغردين أنهم ماضين على رفض الأحزاب الفاسدة حتى تحقيق التغيير المنشود، وفاء لدماء وتضحيات الشهداء، ومن ضمنها أسسوا هذا الهاشتاغ هاشتاغ إيهاب الوزني. اختارنا لكم بعض التغريدات. علي منعم يقول: في ذكرى استشهاد إيهاب الوزني ما زال سائق الدراجة يمشي مزهوا بفعلته دون رادع من أحد، شاهرا مسدسه في وجه إيهاب وأقرانه من الثائرين المنتفضين الذين ما زالوا متوحشين بدماء شهداء تشرين، باحثين عن ميزان عدالة ليقيم القسط بين الناس. علي الجبوري: يخسون والله تشرين وشبابها، صوت وطني حر مستمر ضد الفاسدين والتبعية، وكما قالها إيهاب الوزني تشرين ستنتصر على الطغاة ولو بعد حين. خليل الجبوري: روح الثورة لن تموت ما دامت قلوب المشاركين فيها راغبة في النصر. الذكرى السنوية الثالثة للشهيد البطل إيهاب جواد الوزني، أتمنى قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. وحسن عزيز يقول: رحم الله إيهاب الوزني، لا تنسى مواقفه البطولية وكلماته الحرة، وهو واقف كالأسد أمام مجلس المحافظة ينصح ويذكر بحقوق الناس التي سرقها المسؤول. وكانت هذه التغريدات في ذكرى استشهاد الناشط إيهاب الوزني، واللي قبل أيام أيضا فقدنا شقيقة المحامي علي الوزني. الرحمة له ولشقيقه ولكافة شهداء تشرين. مشاهدينا الكرام، بهذه نكون قد وصلنا لختام حلقة صوتكم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. نلتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الموعد، انتظرونا.